لماذا يجب أن تأكل خيارة واحدة على الأقل يوميا؟ الخيار هو سيد الخضروات، فهو من أكثر الخضار التي تمد الجسم بالماء، كما أن للخيار فوائد صحية كثيرة، فهو ينظم ضغط الدم ويحمي الكلى من تكون الحصوات ويعالج التعب والإجهاد، هذا بالإضافة إلى أنه متوفر بكثرة ورخيص الثمن ويمكن دمجه بالكثير من الوجبات. في هذا الفيديو سنتناول فوائد تناول الخيار يوميا. تنبع أهمية الخيار في أنه غني ببعض الفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين سي وفيتامين كا وغيره من الفيتامينات الهامة الأخرى. من فوائد تناوله أنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لهذه الأسباب جميعا ينصح بتناوله يوميا. حوالي 95% من محتوى هذا النبات هو الماء، لهذا السبب فهو يمنح الجسم الترطيب اللازم. أولا، الحفاظ على صحة الدماغ والتخلص من العصبية. تم تحديد مادة الفيسيتين المتواجدة في الخيار كمادة تعمل على تحسين وتعزيز صحة الدماغ. هذا النبات يحتوي أيضا على الفوسفور. من المعروف أن نقص الفوسفور بالجسم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الإدراكية التي تصيب الدماغ، لذا فإن تناول خيار واحدة يوميا سيبقي عقلك في حالة تركيز. المساعدة في فقدان الوزن. هذا النبات خال من الدهون والسعرات الحرارية فيه منخفضة، لذا فهو خيار رائع لأي شخص يريد السيطرة على وزنه بسبب احتواء هذا النبات على نسبة عالية من الماء. هذا يساعد على الوصول إلى الشبع السريع، وبالتالي يمكن التحكم بشكل أكبر في تناول الطعام والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد. من فوائد تناول الخيار أيضا أن تناول خيار واحدة يوميا يساعد على فقدان الوزن، لأنها منخفضة جدا في السعرات الحرارية وغنية بالألياف. هذا النبات يعمل على مساعدة الجسم بالشعور بالشبع والرضا دون الكثير من الكربوهيدرات التي تزيد من الوزن. الحماية من خطر السرطان. مادة الفلافونويد المتواجدة في هذا النبات أثارت اهتماما كبيرا بين باحثي السرطان. يصرف النظر عن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادات للالتهابات لمادة الفلافونويد، فقد تم ربطه أيضا بتقليل المخاطر لأنواع معينة من السرطان. إضافة لما سبق، يحتوي الخيار على قدر كبير من مضادات الأكسدة، وهي جزيئات يمكنها منع الضرر التأكسدي في الجسم عندما تتناول خيارة واحدة بشكل يومي، فأنت تزيد من تناول مضادات الأكسدة، خاصة مجموعة الفلافونيد القوية الموجودة في الخيار. تعزيز عملية الهضم وترطيب الجسم. لأن الخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء وكمية جيدة من الألياف الغذائية، سيساعد هذا الأمر على تحسين عملية الهضم. تناول خيارة واحدة بشكل يومي سيؤدي إلى الحد من المشاكل المرتبطة بحركة الأمعاء والجهاز الهضمي. كما أن حوالي 95% من محتوى هذا النبات عبارة عن ماء، لذلك فإن تناوله يوميا يحسن إجمالي مستوى الترطيب في جسمك، مما يؤثر بدوره على صحتك بطريقة إيجابية. إذا كنت شخصا ينسى شرب الماء بشكل يومي وروتيني، فإن تناول خيارة واحدة بشكل يومي يمكن أن يكون خدعة رائعة لك لتعويض هذا النسيان. الحصول على بشرة ناصعة ومتوهجة. بما أن هذا النبات يمد كافة أجزاء الجسم بالماء، فهذا حتما رائع للبشرة. إضافة لهذا، فالخيار يحتوي على معدن الزنك وفيتامينات هامة مثل فيتامين سي وفيتامين بي. هذه الفيتامينات تعتبر أساسية للحفاظ على صحة البشرة. حمض صافيك أسيد المتواجد في الخيار يساعد على مكافحة تهيج الجلد والالتهاب. بشكل عام، تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الخيار على مكافحة كل علامات شيخوخة الجلد. تحسين جودة الشعر وتقوية العظام. فيتامين بي مفيد بشكل كبير لصحة فروة الرأس والشعر. يلعب البيوتين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين بي 5 وبي 6 وسي الموجودة في هذا النبات دورا هاما في نمو الشعر، كما أنه يمنع تساقطه والشيخوخة المبكرة.
يحتوي أيضا على الكالسيوم وفيتامين ك، كلاهما ضروري لتقوية العظام، كما يلعب فيتامين ك دورا هاما في امتصاص الكالسيوم الخاص بتقوية العظام. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. تحتوي خيارات واحدة على كمية كبيرة من البوتاسيوم، كما تساعد المستويات العالية من البوتاسيوم على تقليل فرص الإصابة بسكتات دماغية وأمراض القلب الأخرى. يحتوي الخيار على عناصر هامة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك. هذه العناصر الغذائية الثلاثة مهمة بالنسبة لنظام القلب والأوعية الدموية. يعمل فيتامين ك كعامل حيوي في تخثر الدم وتنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، يرتبط انخفاضه بارتفاع ضغط الدم. الخيار يساعد على توازن مستوى السكر في الدم. تحوي خيارات واحدة مجموعة واسعة من المركبات الفينولية والفلافونيدات. وفقا لعدد من الباحثين، فإن زيادة تناول الخيار بشكل يومي عملية واعدة للسيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.